الساندوتش الغداء او العشاء. هنستخدم صدور فراخ، صدر الفراخ ده زي اللي بنعمله للبانيه قطعته شرايح، وفي طاسه كده مع شويه رشه ملح وفلفل سويته وخلاص حطيناه على جنب. هناخد البيكن، البيكن البقري هو عباره عن قطعه لحمه بارده غير مصنعه، يعني مجرد متقطعه شرايح، وشايفين نسبه الدهن فيها عاليه. هنحطها على النار تاخد كده بس قرمشه، مش لازم احنا لما بندخل ساعات البيكن من قرمشه بالزياده، لا ده هنخليه بس كده يعني نص سوا. هو طبعا بيتاكل كده هو لحوم البارده، بس هنديله شايفين اهو يبتدي بس ياخد تحميره. وهنا مش هنستخدم المايونيز بس، هنستخدم مايونيز مع المسترد. فهاخد اول قطعه واحط عليها شويه مايونيز وشويه مسترد، وبرضو هحط عليها شويه ورقيات، شويه خس، ده خس يشكل اهو. تعالوا ناخد البيكن اهو قرمش، شايفين ابتدى ياخد لون ذهبي. خلاص هبعده عن النار واطفيه العين. بصوا هنحط قطعه من الفراخ كده تغطي دي كويسه، بس عايزه اظبطها ما تطلعش قوي من الساندوتش. ادي الفراخ، وهنحط عليها، خلينا نحط عليها الطماطم علشان نحط الجبنه على البيكن، لانه البيكن دلوقتي درجه حرارته سخنه، فممكن الجبنه كده تسيح شويه. ناخد تاني شويه ماسترد، شويه مايونيز ونحطهم هنا. وناخد دلوقتي، لا برضو هنا هنحتاج شويه، كل ده بيعتبر جلو، وبرضو الساندوتش يبقى سيزند يعني ما يبقاش ناشف، اللي هو المايونيز والماسترد بيدوا طعم وبيطروا العيش، وبنفس الوقت هما الجلو. ناخد البيكن نحطه كده، وناخد نحط عليه الجبنه زي ما عملنا، نقص الجبنه قد العيش. كنترول بيقولوا لي فكرهم بايه، ساندوتش كده كان بيطلع بفريندز، اللي بيتفرجوا على فريندز سيت كوم. قلت لي اسمه ايه؟ جوي الساندوتش؟ لا هو جوي كان بيحب الميت بولز. ايوه الساندوتش الصح. على فكره عايزه اقول لكم احنا بنتاثر بالافلام والناس كانت تاكل ايه، ده كانوا بياكلوا بفيلم كذا شدني عجبني الى اخره. طبعا كلنا بنتاثر بالسينما والافلام واللي بنتفرج عليه بشكل غير مباشر، يعني بلبسهم باكلهم بستايلهم الى اخره. فانا لما بعمل ساندوتش الميت بولز بقول ذيس از جويز ميت بول ساندوتش. طيب دلوقتي عايزين نقطعه 2 برضو. تعالوا نشوف شكله، ترارارا كلوب ساندويتش كما قال كتاب واشهى لانه عاملينه بايدينا. هنجيب برضو طبق التقديم، انا هنا حتى جنبه طبق فيه باربيكيو صوص. هناخد الستيكس برضو نثبتهم كده، ادي اول ساندويتش وادي التاني. ده بقى عشان غدا او عشاء، بتقدم جنبه الفرايز، تمام نظبطه كده، بتقدم جنبه بطاطس. فهنحط اين البطاطس المحمرة اهي، واصبح نرجع ده لورا شوية، وبرده جنبه حلو جدا البيكلز المخلل. هنحط الخيار المخلل هنا، وبكده بقى عندنا طبق الكلاب ساندويتش اللي قلنا ينفع غدا او عشاء. ادي اول ساندويتش كلاب ساندويتش خلص.